الوغ اليوم عشانا عشاء خفيف. وي احنا نقولوا خفيف بس حوار والله فيه تعب كبير. راني من قبيل قريب ساعتين وانا واقفه. المهم الوغ واش عشانا اليوم؟ شوفوا واش درت اول حاجه درت الكسره المطلو هاديه. ها درك تشوفوا كلش من بعد. درت الكسره المطلو، درت هنا الحوت ميرلون تفتفتو عادي، ملح، فلفل كحل، كمون، حطيت فلفل احمر، زيت زيتونه، خل وتوم بيان سيغ كاترو توم. خلطت كلش ودرت الدرسه تاعي و حشيته من داخل. اي او ميم طون اللي بقالي درتو في مارينيت فيه الحوت. السلطة عادية، سلطة نورمال كيما نعرفو السلطة تاعنا حنا في البلاد في الجزائر، سلطة خضراء حطيت فيها الطماطم و فوالا. ألوغ لي راح نركز عليها أنا اليوم هو لي بوم دوشيس. لي بوم دوشيس هي البطاطا هادية، هاهي تعملوها فاسيلمون، مكانش ما أسهل منها. لا غيسيل تاعها راهي فريمون ساهله خلاص. درك تشوفوني كيفاش نعملها. هي راهي ما تتقلاش، راهي طيب في الفوخ، نقص زيت ونقص لو غرا وحاجه خفيفه ناكلوها سورتو كي نكونوا راح نتعشاو بها. دونك درك تشوفوا انا التركيز تاعي كامل راهو على لي بوم دوشيس تاعي هذوما. فوالا راني نهز لكم الكعبه، هام كيفاه يجي. وهاي الكعبه كيفاش تجي، ها بنة فريمون ما نحكي لكمش على البنة تاعها، خفيف خلاص، هما راهم خفيف خلاص. تقدروا تاكلوهم مع المايونيز، تقدروا تاكلوهم مع كاتشاب، تقدروا تاكلوهم مع لي صوص اللي تحبوا انتم. الا حبيتوا لي صوص، انا من الناس اللي ما يحبوش لي صوص. المهم هذا هو عشانا انت اليوم. تبعوا لا فيديو، وقبل ما تبعوا لا فيديو لي سقسوني على كاين اللي بعثوا لي حتى في بريفي لا غاب. راني قلت لكم راهي من عند في بوتيك فيروز ولا فيروز بوتيك. المهم قلت لكم ادخلوا في فاي فيروز يوتيوب، نو فيسبوك، فيسبوك فاي فيروز، ادخلوا فيها تلقاو لي غوب نتاعها. ونقول لكم هذه راهي حتى شيء قدام لي موديل اللي رايحه تجيبهم. هي بعثت لي شفت فريمون عندها دي موديل رايحه تجيبهم مازال ما جبتهمش، فريمون يهبلوا 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 و راهم يتخطفوا تمتم، راهم يتخطفوا. دونك انتم واش طارتكم يا البنات؟ وما همش غاليين يعني على بوختي، يعني بالنسبه لشكلهم راهم فريمون ما همش غاليين. المهم نقول لكم تبعوا لا غيسيت وان شاء الله تعجبكم. ولو جالب هذا تاني نسيت ما قلت لكمش عليه، راني ملي درته صباح لدرك راهم ما تنحاش لا تخاص في يدي مالغري غسلت وكلش، ها مازالت راهو جالب فريمون مليح. لي سقساتني اسكو نقدر نتوضا بيه وكلش. هو راهو واش نقول لكم، انا نشوف فيه كيما السواك، السواك يا اخي نسوكو وتقعد الحموره تاعو سي لا ميم شوز. راني حطيت فيه شواربي انا هذاك لو برودوي ومن بعد نحيتو، قعدت غير الحموره نتاعو سيتو. دونك انا بالنسبه لي انا راكي تنجمي تتوضاي بيه معنا. هلي نقول لكم كملوا لا فيديو ان شاء الله تعجبكم وتتمتعوا بها كيما مالفين. الى عجبتكم ما تنساوليش لي جولي لايك، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو الى عجبتكم، وما تنساوش تابونيو الى ما راكمش ابوني وعجبتكم لاشين نتاع سافر عنابيه باش تكبر لا كوميونيتي نتاعنا. علي تبعوا لا سويت نتاع لا فيديو. اول حاجه عملتها هي حطيت ابري واحد الرطل هكاك ولا زيت شويه نتاع بطاطا، حطيتها تغلى بالماء والملح. لهنا الحوت مغسول وكلش، هذه التفتوفه تاعو. انا ختوم، انا درت توم غبره بس ما عنديش الاخر، توم، كمون، فلفل احمر وزيت زيتونه، فلفل كحل وملح. لهنا الكسره تاعي قاعده تطلع، حطيت فيها اسيل. واش رايحه نعمل بعد ما طابت البطاطا تاعي؟ واش رايحه ندير لها؟ تبعوا رايحة صحة نمعسها. بعد ما نمعسها تحبوا بالفرشيطة نحط عليها 30 غرام نتاع زبدة دايبة، ونحط عليها زوز بيضات. الوغ لهنا عندي اقل شوية من كيلو نتاع بطاطا، اقل شوية. الوغ كي تعود عندكم كيلو كامل تقدروا تعملوا 3 بيضات وتزيدوا الزبدة
في العوض 30 نديرو 35 حتى 40 غرام تاع زبده ذايبه. واش نحط عليها اخر؟ نحط عليها لانوا دو موسكاد ولا جوست الطيب. ها هذه راهي مرحيه ديجا غبره، ونحط عليها شويه نتاع ملح. على درك رايحه نرحيها، تقدروا ترحيوها بالفرشيطه. هلا هديه اسمها لي بوم دوشيس. لي بوم دوشيس راهم ما يتقلاوش، راهم يطيبوا في الفور، وتجي فيهم بنة فريمون اكسيبسيونيل، خير من اللي نقليوهم بيسك عامله الحوت انا معاه سلطه، وندير معاه كما شفتوا الكسره. دونك مانيش رايحه نقليها باش نقصوا شويه من الكغا. فوالا الوغ ترحيت، ما نرحيوهاش هذاك الميكسور ولا نو، جوست بفرشيطه ولا بهادي سيتو، فرشيطه ولا هاديه صافي لافير. درك نحط البيضات، اوبس نحط البيضات ولا العظمات، هادو ما راهم صغار دونك نحط زوز بيضات. ما ونحط لانوا د ميسكاد، ما تكثروش خاطر لانوا د ميسكاد راكم تعرفوا قاويه، دونك شويه برك راهي تكفي، شويه نتاع ملح ونخلط كلش. نالي نخلط كلش مع بعضه، بعد ما نخلطو نزيد عليه الزبده. لازم تجي شويه تاع باش نجم نحطها في لادوي. ها درك راح نحطها في اون بوش ادوي كوم سا تعدي لي في ساعه، ونزيد نلحق الزبده نتاعي الدايبه ونخلط كلش مع بعضه. فوالا بنان خلاص، نبدلو شويه ما بقاوش غير في البطاطا مقليه لي فخيت مع كي نديرو الحوت لازم نديرو معاه لي فخيت، راح نبدلو شويه اليوم. راكم تشوفوا في هذا غسلت يديا ومازال، شوف هذا سي لو روج ا ليفغ لي نعدتو لكم قبيله في لا فيديو اللي شفتوها العشيه. فوالا ها هي البطاطا تاعي واجده سهله خلاص، ما فيهاش تعب ما فيها حتى حاجه. هاني ها هي لا تيكستور، تجي شويه تلقى روحها ماشي جاريه. الوغ لهنا واش عملت؟ حطيت لا بوش ادوي، حطيت فيها عسل نوريكم ها لا بوش ادوي، حطيت فيها لا دوي هديه اللي فيها السنين، مازال ما قصيتهاش حتى نغمرها. الوغ بون لا تكنيك هادي سي باش تسهل لكم. الوغ دركا نهبط البطاطا، هادي تقدروا ديروها في رمضان ولا في العشاء تاع راس العام، ولا الى درتو روتي ولا تقدروا ديروها. فوالا هادي دركا نقص، فوالا علي نقرب البلاطو تاعي، راح نطيبها في البلاطو هذا والفوغ قاعد يسخن اونتخو تو. الوغ تبعو معايا درك، راح نبدا من بيسك هادي هي اللي باينه ليكم. الوغ نبدا ندير في الكعب نتاعي هاك سيتو. ما ديروهمش قرابه، ولا تقدروا ديروا هكا باغ اكزومبل، تقدروا ديروهم هكا كيف كيف. المهم الكعب ما لازمش يكونوا كبار. علي نكمل انا
نكمل ونرجع لكم. فوالا هادو هما الكعب نتاعي تاع لي بوم دو شيس. دوكا راح نطيبهم 160-170 درجة. ما لازمش تسخنوا لهم الفوق ياسر باش يطيبوا من داخل خاطر فيهم العظام. الوغ نخليهم كي نشوفهم بداو يحمروا ليجيرمون ياخذوا حمورية برك نطفي عليهم ونخرجهم من الفوق نتاعي. فوالا هذا هو. الوغ دركا استناوني بوغ لا سويت نتاع لا فيديو. هلا هم كيفاه يطيبوا، هم كيفاه طيب البطاطا تاعي. الحوت قاعدة نخلي فيه، قاعدة تقلب على ما تفتفتو، خليته تشرب هذاك التفتوفة مليح. وهنا الكسرة قاعدة تطيب. فوالا هذا هو عشانا مازال غير نوجد السلطة سيتو. هادو هما لي بوم دوشيس اللي عملتهم. بطاطا شرشمتها وكم شفتوا لا غيسيت سهله خلا، ما فيهاش حاجه صعيبه خلا. الا ما عندكمش لا بوش، ما عندكمش كيما نقولوا هذه لا دويا، سي با غاف، ديروا بالمغرف وحطوها في الفوق. تجي كعبوره هكا بالمغرف، حطوها في الفوق تطيب وتجيكم. المهم احنا ناكلوا حاجه بنينه. بون درت معاها الكسره هذه كيما قلت لكم في البدايه. بون نقول لكم اتبقوا على خير ان شاء الله. على بروشين فيديو، على بروشين غسيت ان شاء الله.